بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج مسارات اليوم راح يكون معانا ضيف مميز في شهر مميز شهر أغسطس شهر احتلال الكويت اللي كانت ذكراه في 2 ثمانية 1990 اليوم بإذن الله راح نستذكر العديد من القضايا الخاصة بشهداء دولة الكويت الذين قدموا أرواحهم تضحية لسبيل هذا الوطن راح يكون معانا رئيس جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية فايز عبدالله العنزي سفايز مساك الله بالخير وحياك الله معنا في برنامج مسارات طبعا مساك الله بالنور يا هلا ومرحبا استاذ محمد سفايز في الاونه الاخيره يعني ظهرت مجموعه من يعني رفات الشهداء نسال الله ان يتقبلهم وتم تسليمهم لدوله الكويت وتم دفنهم بمراسم رسميه، كلمنا عن يعني هذه المراسم وعن البحث والتحري اللي جرى خلال هذه الفتره حتى وصلوا <applause> الى هذه الرفات. بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما الجميع عارف ان قضيه الأسرة مرت بعده مراحل انتهت هذه المراحل بالمرحله اللي احنا نعيشها الحين وهي مرحله البحث عن الرفات والتعرف على هويه اسرانا الشهداء بدات هذه المرحله تحديدا بعد سقوط النظام العراقي السابق في 9 ابريل 2003 وتم تشكيل فريق ميداني للدخول إلى العراق والبحث عن هؤلاء الأسرة من خلال المعلومات الاستخباراتية التي تصل إلى هذا الفريق تم تشكيل الفريق من قبل عدة جهات حكومية ويرأسه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بصفته وكان بهذه الفترة معالي الشيخ محمد الخالد الصباح وعضويه قلت لك عدد من الجهات ومن ضمنها جمعيه اهالي الشهداء وتشرفت انا شخصيا بان اكون رئيس وحده الاعلام والعلاقات العامه والناطق الرسمي باسم هذا الفريق. طبعا تحرك هذا الفريق ووصلت معلومات لهذا الفريق بان هناك اول مقبره جماعيه تم التعرف عليها هي مقبره السماوه في العراق وتم اعلان اول شهيد الكويتي في تاريخ 8/6/2003 وتوالت الاعلانات في هذه الفتره في 2003 و2004 و2005 ولغايه يعني الى ما خفت الوتيره في 2007 و8 واستكملنا جلب رفات واعلان استشهاد عدد 236 شهيد من اصل 605 وبالتالي كان عدد المفقودين الذين لم يتم التعرف على رفاتهم 369. بعد هذه الفتره تم التوقف عن الاعلان عن الاستشهاد لاسباب مختلفه. واعيد ولله الحمد الاعلان عن الاستشهاد في شهر نوفمبر 2020 اعلنا عن سبعه من الشهداء ومن بعدها في شهر يناير اعلنا 13 وفي شهر مارس اعلنا ثمانية واخر مجموعة عشرة من الشهداء تم الاعلان عنهم في 11 سبعة ممتاز بس اذا تسمح لي ابو عبد الله اسباب التوقف يعني اسباب التوقف ذكرت انه في فترة تم التوقف فيها في البحث هل هو من قبل الكويت ام من قبل جمهورية العراق؟ لا هو اسباب التخل... التوقف متعددة في اسباب تخص العراق من خلال جوانب امنية او شح المعلومات او يعني ساعات يعني تدري العراق لم يكن مستقر صح. سياسيا، فبالتالي هذه الاسباب اكيد يعني اثرت وايضا الاسباب الامنيه كانت مهمه، كانت سلامه يعني الفريق الفني التابع للادله الجنائيه الخاص بوزاره الداخليه كانت يعني سلامته من اهم اسباب يعني دخول العراق والخروج منه، وبالتالي هذه الفتره استمرت يعني عدم وجود اي معلومات للاعلان عن استشهاد لذلك تم الان اعاده الوتيره وتم الاعلان عن 38 يضافون هؤلاء نسميهم هذه المرحله الثانيه يضافون الى الشهداء التي الذين تم الاعلان عنهم في المرحله الاولى وعددهم 236 معناتها احنا الان اعلنا عن 274 من اصل 605 وبالتالي احنا الان المتبقي لدينا 331 كم كمفقودين. كمفقود حتى هذه اللحظه. ودنا نتكلم استاذ فايز عن دور الاعلام، ذكرنا المراحل الاولى وذكرنا المراحل التي تليها وذكرنا كذلك يعني مواقف الاعلام منذ احتلال دولة الكويت وحتى شعار لا تنسوا اسرانا مرورا بعام 2003 إلى ما بعد ذلك. هل ترى بأن الاعلام الكويتي مقصر تجاه كافة الشهداء الذين قدموا أرواحهم يعني تجاه الوطن؟ شوف هذا الموضوع طبعا هو هاجسنا. كاهالي للشهداء والاسرى وكعاملين في القضيه. أه... هاجسنا مو التعاطي الاعلامي فقط، هاجسنا كيفيه التعاطي مع القضيه بشكل عام من خلال جهات حكوميه عده. احنا اليوم يمكن احنا دائما نتكلم عن مطالب احنا نبيها سواء طلبناها رسميا او من خلال وجودنا كاهالي للاسرى والشهداء. اليوم هناك تقصير بالفعل، قبل لا اتطرق اذا سمحت لي قبل لا للجانب الاعلامي راح الى امور هناك تقصير فيها ودائما نطالب فيها. احنا عندنا يعني اربع مطالب رئيسيه حددناها باربعه وهي المفروض تكون اكثر. هذه الاربع المطالب الرئيسيه يجب ان تكون في دولة الكويت تقديرا واحتراما وعرفانا لهؤلاء الشهداء ولذويهم. اول هذه المطالب هي تخليد اسماء وصور وذكرى هؤلاء الشهداء من خلال اطلاق اسمائهم على الشوارع، على الجادات سميه ما شئت وهذا المطلب طالبنا فيه مرات عديدة وهناك مراسلات رسمية وجلسات و و و و و وإلى الآن لم يتحقق حاليا مجلس الوزراء أوقف المسميات ايه؟ ايه؟ بس أنا جاي كذا سمحت لي في هذا الموضوع لأن حصل تطور في هذا الموضوع الحين أمس حصل اليوم بالجرائد حصل تطور مطلع. في هذا الموضوع المطلب الثاني اللي هو تشييد صرح أو نص تذكاري أو أو سميه ما شئت زين للشهداء يكون معلم من معالم الدولة. اليوم هذه الدولة التي قدم ابنائها المخلصين والابطال ارواحهم شهداء لها، اليوم لا يوجد اي اشارة انت اليوم كزائر الكويت وتدخل الكويت من شمالها الى جنوبها، من شرقها الى غربها، لا توجد اي اشارة اليوم إلى أن أبناء الكويت الذين كان يطلق عليهم بالمترفين والمخمليين هم كانوا من أشد الشعوب مقاومة الاحتلال وقدموا أكثر من ألف شهيد لا نجد هذه الإشارة فنحن نطالب أن يكون هناك نص تذكاري يكون صرح ومعلن من معالم الدولة التاريخية يزورها أي سائح ويكون يعني مرفق فيه أو ملحق فيه مكتبة تتكلم عن عن سيرهم وهناك أشرطة أشرطة وأفلام وكذا 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 وهذا الشيء لم يتحقق إذا تسمح لي بس فضل. يعني ملاحظة بسيطة شنو دور مجلس البلدي يعني في في هذا الموضوع؟ اعتقد بان مجلس البلدي لابد ان يكون له دور ثابت طبعًا في هذه القضيه، هل راسلتوه؟ نعم نعم راسلنا المجلس البلدي مرات ومرات حتى اني انا شخصيا دخلت عضو في لجنه التسميات ولكن لم يتسنى لي يعني يعني تحقيق هذا الشيء ودخلنا في اللجنه الفنيه في 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 المجلس البلدي ولكن اقول هو بكل اسف ان اعضاء المجلس البلدي يعني لم يتعاونون في هذه الفترة لم يتعاونون مع هذا الاقتراح وأذكر هني بالشكر الأخ النائب الحالي فرز الديحاني كان رئيس اللجنة الفنية هو الذي كان متعاونا معنا في هذاك الوقت ولكن مع الأسف لم نتمكن من أي شيء في هذا الجانب وراسلنا أيضا مجلس الوزراء والوزارة يعني الوزارات المعنية ومن ضمنها البلدية هذا المطلب الثاني بس عشان أختصر الوقت <applause> المطلب الثالث وهو مهم جدا اللي هو تضمين مناهج وزاره التربيه في سير وبطولات وقصص هؤلاء الشهداء، وهذا اعتقد ما يحتاج شرح، ما يحتاج شرح شنو فوائد هذا الموضوع على الاجيال، اليوم صحيح. عندنا الجيل الجديد عمرهم 31 سنه اللي 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 ولدوا اثناء الغزو، اليوم 31 سنه رجل كبر ودش في معترك الحياه وتزوج وعيل وانا واحد منهم وانت واحد صحيح. منهم زين معنا يبدو ان عمرك اكبر يعني زين انت واحد منهم الله يعطيك الصحه والعافيه ولكن لا يوجد لدي لم يدرسوا ولم يتربوا تعليميا على سير اسرار القبندي وسير مبارك النوت وسير احمد قبازرد زرد وقس على ذلك هذه ثلاثه امثله ليش والشغله الرابعه اللي نتمناها اللي هي اين الاعمال السينمائيه اين الاعمال الادبيه اين التوثيق اليوم الا يحق او الا يجدر بهذا البلد المعطاء البلد الذي يملك هذه الامكانات الكبيره الا يجدر به ان يعمل عمل انتاج فني ضخم لتخليد لتوثيق الغزو يقول لك التيار الديني يحارب الامور هذه شنو يحارب؟ التيار بعض بعض الـ بعض الاشخاص لا ما, ما لا لا تخليد اليوم انا بخلد سير ابطالي شهدائي لانه والله يا محمد اقسم لك بالله العظيم وانا صادق في هذه الكلمه، لو تقرا سير الشهداء وكيف قصصهم في الاستشهاد والله يندى لها الجبين ما شاء الله، وتقف عاجزا عن الافتخار والاعتزاز بهؤلاء. احنا 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 استقبلنا مقاومين من دول عربيه ويستاهلون وسمينا هني شوارع باسامي ابطال عرب. وين ابطالنا؟ صحيح وين؟ اليوم انا اسميت الحاله اللي مرت فيها الكويت قبل فتره بتسميه الشوارع سميتها النزيف، حاله نزيف احنا عشناها في تسميه الشوارع ما شاء الله روح سم سم روح ومع كل احترام كلهم يعني ولكن يعني اللي قدم دم اليوم وروحه ما له اي دور اليوم عشان يتسمى مع شديد احترامي لمن سمي سمي الشوارع بأسامي سميت الشوارع باساميهم مهما قدمتوا او قدموا ما يتقارنون بقطره دم واحده قدمها الشهيد لهذه الارض قدموا ارواح اليوم ما لهم دور هذيلي فاحنا اليوم نطالب في هذه الاشياء، بالمناسبه بالمناسبه يعني لا يفوتني الا اني اتقدم بالشكر لثلاثه من اعضاء مجلس الامه حاليا الدكتور عبد الكريم الكندري والدكتور محمد الحويله والاخ الفاضل ثامر السويط. اليوم قرينا بالصحف ان وافقت اللجنه التشريعيه على اقتراح اقتراحهم بتحديد يوم 24 فبراير يوم الشهيد ويضاف الى 25 فبراير و 26 فبراير وهذا التاريخ اخترناه وقدمنا هالاقتراح احنا في مجلس الامه موجود في اللجان واتشرف ان احنا اللي قدمنا هذا الاقتراح بتحديد يوم 24 فبراير، ليش اخترنا 24 فبراير يا محمد؟ لانه هو تاريخ معركه القرين المعركه خالدة. البطوله الخالده التي اتخذت من قبلنا ومن قبل الكويت كرمز للمقاومه وبكافه طوائف وشرائح اليوم الكويت. قائمه شهداء الجرين تشوف فيها جميع طوائف الكويتيين وفئاتهم ولذلك لم نجد افضل من هذا التاريخ ولا يعني ذلك ان شهداء معركه الجرين مختلفين وتميزين عن الاخرين ابدا كلهم نفس القيمه عندنا ولكن قصة معركة الجرين وقصة بيت الجرين يجب أن تخلد اليوم شوف اليوم متحف بيت القرين يكاد ان ان تختفي معالمه الا الخارجيه ادخل داخل حولوه الى مكاتب يا محمد حولوه الى مكاتب وانا قلت هالكلام اكثر من مره اليوم متحف القرين يحتاج اهتمام اكثر ولكن اليوم سيبقى رمز خارجي فقط صدقني انا اقولها وانا مسؤول عن الكلام. وروح شوفه في... له تقرير عليه باذن الله في نقطه مهمه ابو عبد الله على طريق موضوع الاعلام قبل فتره خمس سنوات تقريبا بدا يتراجع الاعلام الكويتي ويذكر الاحتلال بالاحتلال الصدامي او بالاحتلال الغاشم على استحياء م. ولا يذكر بانه هو احتلال قام به يعني رئيس العراق انذاك ويسمى بالاحتلال العراقي الغاشم يعني كاعراف دبلوماسيه م. رايك في هذا الموضوع طبعا تراجعت الجهات الاعلاميه بعد ضغوط شعبيه في هذا الموضوع لا رايي واضح واعلناه بكل مكان من خلال بياناتنا ولقاءاتنا التلفزيونيه والاذاعيه واخرتها لقاء قبل فتره انا طلعت فيه احنّا رأينا مع شديد احترامنا للجار العراقي كبلد جار هذا الغزو عراقي هذا الغزو قام به شخص عراقي الجنود اللي دخلوا علينا عراقيين صحيح. الجيش الشعبي كان عراقي صح. اللي سرقوا ممتلكات الكويت الرياضية والأدبية والاقتصادية والس والسياسية والعسكرية و و و, و عراقيين عراقي. ومدنيين أيضا إذا اليوم التاريخ ما ما راح يختفي شعب شعب عراقي لكله كل تقدير واحترام ولكن الدوله <applause> العراقيه الدوله العراقيه بعناصرها هي اللي غزتنا منو عناصرها منو جيشها صحيح منو شعبها اللي دخل ولكن اليوم احنا نمد ايدنا لهم كجيران يحترمونا نحترمهم انتهى الموضوع الاحترام قائم على السياده المتبادله ولكن هذا الغزو العراقي وسيبقى عراقي مو غزو صدامي لا صدام هو كان قائد العراق وانتهى الموضوع صحيح ممتاز ودنا نستذكر يعني هل هناك قصور تجاه اهالي الشهداء الأسرة هل يعني البعض منهم ما استلم مستحقاته ما يعني ما كان له ابراز لدوره نرى بان ايضا وسائل الاعلام تسلط الضوء على مجموعه عشر شهداء وان كلهم كل احترام والتقدير لتاريخهم ولبسالتهم في يعني الاستجهاد من اجل الكويت لكن هناك ايضا مجموعه كبرى من الأسرة لم تستذكر وان استذكرت تستذكر على استحياء منهم مثلا من الأخوة من يعني غير محددين الجنسية أو من الأخوة من المملكة العربية السعودية أو بقية الأخوة اللي قدموا التضحيات لأجل الكويت شوف تعاطي الدولة من حيث يعني رعاية أهالي الأسرة والشهداء تعاطي جيد وممتاز الحقيقة ويجب أن يقال هذا الشيء الدولة أنشأت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة والمفقودين لمتابعة أهالي الأسرة وقضاياهم وأنشأت مكتب الشهيد لمتابعة اهالي الشهداء وقضاياهم واتبعت مكتب الشهيد للديوان الاميري وهذا يعني اعطاء مستوى عالي وكذلك اتبعت اللجنه الوطنيه لرئاسه مجلس الوزراء بشكل مباشر وبالتالي هذا الموضوع الحمد لله ما كان يعني موضع اهميه عند اهالي الاسره واحب ان اؤكد ان اهالي الاسره واهالي الشهداء لا يبحثون عن التقدير المالي كثر ما يبحثون عن التقدير المعنوي فبالتالي هذا الموضوع الحمد لله رب العالمين مغطى ولكن ما لم يغطى هو الرعايه الكامله للشهداء من فئه البدون فعلا اليوم عندنا عدد من الشهداء لم يتم تجنيسهم في حين ان المرسوم الاميري رقم 38 الصادر عام 1991 نص في احدى مواده في احد مواده على تجنيس والدي الشهيد وزوجته وابنائه نص صريح وهذا وهذا المرسوم موجود وصدر ايام في عام 1991 ولكن نرى ان هناك عدد لا لا يستهان فيه، يعني قبل فتره اكثر من سبع سنوات كان عددهم 14 اسره من الشهداء لم يتم تجنيسهم من الشهداء الدرجة الاولى، فبالتالي يعني هذا الشيء طالبنا فيه وفي شغل كبير على هالموضوع، في شغل كبير كبير يعني ونتمنى أن ينتهي هالملف الملف. من يعرقل هذه المسائل ابو عبد الله باعتقادك يعني؟ والله اشخاص قدموا انفسهم لاجل الكويت، عاشوا على هذه الارض، هم جزء لا يتجزا من هذا الوطن لا أصلاً شك. إيه فمن اللي قاعد يعرقل المساله هذه؟ هل يعني هناك مثلا نفس عنصري قاعد يمارس على فئه معينه او ضد طائفه معينه او قبيله معينه او عائله معينه؟ لا احنا ما نبي نقول يعني في في هذه الحده، احنا نقول ان اليوم اللي يقدم روحه ودمه سال على هذه الارض وتوفى وانقتل على هذه الارض يجب ان خلاص لا يطبق عليه بعض اللوائح والقوانين التي تطبق على الاحياء. اليوم مع الاسف عندنا لوائح تطبق على فئة البدون ويطبق حتى على الشهيد هني تعرقلت القضية من خلال ما ما يسمى في قيود امنيه وهي بالتالي قيود اغلبها قيود جنائيه على فكره يعني قيود جنائيه لا ليتها قيود امنيه وانا اعلنها اليوم اي واحد عليه قيد, قيد امني بما تعني هذه الكلمه ان 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 يعني اثر على امن الكويت لا لا يجنس هذا واحنا ضده صحيح مهما كان صحيح ولكن احنا اليوم نفاجئ ان هي قيود تسمى امنيه بين قوسين ولكن هي قيود جنائيه، هذه بالقانون قيود امنيه فلذلك طبقت على على اهالي الشهداء، هي المفروض يستثنون هؤلاء اليوم عمك كان عنده قضيه جنائيه، خالك كان كذا، انا شنو ذنبي اني انا ابن شهيد مع الجنس فهذه هي اللي المفروض ينظرون لها اليوم المسؤولين في ان اليوم اهالي الأسرة يجب ان يلتفت له اهالي الأسرة الشهداء، يجب ان ينظر اليهم بعين العطف وعين الاحترام وعين العزه وعين الاباء، العطف مو والله لا العطف على حالهم. ولكن هم هذا مكانهم ترى. وانا اقول لهم كلكم هذا مكانكم يا اهالي الشهداء، من اي فئه كنتم؟ الكويتيين ومن غير محددين الجنسيه ومن من, من, من الاجانب العرب العرب والاجانب اللي اللي, اللي استشهدوا ايضا على الارض بالضبط سفايز اذا تسمح لنا ناخذ هذا التقرير الخاص طبعا شبكه الثريا تواجدت في مراسم دفن الشهداء ودنا نشوف يعني هذه المراسم وهذا التقرير الخاص بدفنهم ورد ان شاء الله نستكمل حديثنا اعزائي المشاهدين خلونا نشوف هذا التقرير ورد لكم ان شاء الله نبارك لأهاليهم نبارك لأنفسنا ان هذه عوايد اهل الكويت الابطال اللي يعودون على التضحيه في النفس قبل المال وهذه النتيجه واللي تشوفونه من تلاحم وحب حق تراب الكويت ينعكس اليوم في ان ثرى الكويت ياخذ ابنائه الى مثواهم الاخير اسال الله لهم ان شاء الله الجنه ولاهاليهم الصبر والسلوان وبارك لهم بدل المره مليون مره على الشهاده وهذا اللي كلنا نبيه احنا ان نوصل الى ما وصلوا اليه يا هلا فيكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه مثل ما شفتوا هذا التقرير الخاص يعني في دفن ومراسم دفن شهداء الكويت الابرار نسال الله ان يتقبلهم باذن الله تعالى استاذ فايز يعني شفنا معي يعني سويا هذه المراسم وشفنا تواجد يعني من وزير الداخليه وكذلك من الضباط والقاده المسؤولين بهذه المراسم ودنا نركز على الدور الاعلامي لان وسائل الاعلام تواجدت كذلك في هذه المراسم وبالتحديد وسائل الاعلام الاهليه حتى هذه اللحظه يعني لن ولم تنسى يعني الشهداء ولا اسراهم ولا كذا عفوا اسرانا ولا كذا يعني بموضوع التغطيات وبالتواجد وبموضوع الحرص على هذه الامور، ودنا نركز على يعني على الموضوع الاعلامي، هل هناك قصور اعلامي بالشكل المجمل ام ان القصور الاعلامي متمحور فقط على الوسائل الاعلاميه الحكوميه؟ في قضية التشيع أول شيء أنا سعيد جدا ويسرني أن أتقدم بالشكر لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وكذلك معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح ومن حضر من الوزراء الآخرين الآخرين لتشيع الرفات هذه يشكرون عليها وهو واجب عليهم بلا شك لأن هؤلاء الشهداء أكرم منا جميعا ولكن اليوم هذا حضورهم يعطي انطباع او يعطي الطابع الرسمي والطابع الغير تقليدي صحيح. لتشييع مثل هؤلاء وبالتالي انا اتقدم لهم بالشكر واقول لهم احنا متفائلين فيكم متفائلين ان انتم ان شاء الله يعني اهالي الاسره بين ايديكم باذن الله يعني خصوصا اغلب الشهداء من 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 فئه العسكريين في الداخليه وفي الدفاع اما بخصوص تعاطي الاعلام استاذ محمد قضيه التعاطي اليوم مرت في 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 مراحل أيضا أشوفها يعني ساعات نشوف الإعلام يسلط الضوء بأريحية وهو مرتاح وساعات نحس إن الإعلام مو قادر يأخذ راحته ولكن يعني أنا أطلب اليوم من الإعلاميين من حضرتك ومن جميع وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو السوشيال ميديا يا جماعة اليوم إحنا عندنا مناسبتين يجب ان يعني ما يروحون من ذاكره ووجدان ومشاعر الكويتيين اللي هي ذكرى الغزو العراقي في 2 8 هذا التاريخ وذكرى 26 فبراير وقبل 25 فبراير وان شاء الله بيصير 24 فبراير معركه القرين ذكرى التحرير واليوم الوطني ومعركه القرين. هذين على الاقل على الاقل انا اقول طبعا طول السنه ان شاء الله الموضوع والاعمال الوطنيه بس على الاقل هذين المناسبتين يجب ان يكونون يعني لهم كل المساحه وكل الافراد باللغه الصحفيه من من يعني لكي يتعلم ويشوف الكويتي وغير الكويتي ماذا حصل في الكويت في هذا الجانب. ولكن انا عندي عتب الحقيقه. عندي عتب على بعض وسائل الاعلام ومنهم تلفزيون الكويت. وانا اسف ولي اصدقاء واعزاء في تلفزيون الكويت ولكن يجب ان يعني يتقبلون هذا العتب. اليوم مو اي واحد يتم استضافته. اليوم كثير من الكويتيين ما شاء الله عليهم اشتغلوا وكذا ولكن احنا بدا يختلط الغث بالسمين. يا جماعه انتقوا ضيوفكم. مو معقوله اليوم انا استقبل في تلفزيون الكويت الرسمي شخص يدعي مناصب يعني لم يكن قد يعني اتبوأها اليوم يطلع لنا واحد يقول انا رئيس فريق البحث عن الاسر والمفقودين شلون انت رئيس فريق البحث في وزاره الداخليه او صحيح. رئيس فريق البحث انا ذاك الشيخ محمد الخالد ومن بعده اتى كل وزراء الداخليه شلون انت رئيس فريق البحث تطلع لي في قناه الكويت وفي قناه عربيه ايضا تتكلم هالكلام هذا وكذلك رد وقال لي وقال انا المسؤول عن ملف الأسرة منذ تحرير الكويت حتى 2010 الله كبيرة أنت المسؤول عن ملف الأسرة في دولة عجل وين اللجنة الوطنية وين الشيخ سالم الله يرحمه الشيخ سالم الصباح اللي أعطى من دمه ومن روحه ومن فلوسه ومن أمواله ومن صحته ها الشيخ سالم الصباح الله يرحمه وهو كان الأب الروحي لهذه القضية اليوم إحنا بها السهولة يعني بها السهولة نمحي تاريخ شخصيات قدمت الشيخ محمد الخالد والله العظيم وأنا أقولها للتاريخ والله العظيم الشيخ محمد هو اللي انشا واحيا وفعل فريق البحث على الاسره وانا انا شخصيا كنت لما لما اشوف الشيخ محمد الخالد في اجتماعاته اللي على طول اليوم في موضوع فريق البحث على الاسره اقول فعلا جزاه الله خير ومن بعد اتى صاحب السمو الحالي الشيخ نواف لما استلم وزاره الداخليه الشيخ نواف الاحمد الله يحفظه ويطول ويطول عمره استمر وحرص الشيخ نواف حرص الشيخ نواف الله يطول بعمره على حضور جميع دفن الرفات ومن بعدها جاء الشيخ جابر المبارك الله يعطيه طول العمر بصباح وايضا حرص على حضور الدفان هذين رؤساء فريق البحث اليوم انا قابل في برنامج مشاهد واحد ياخذ راحته ويروح يعطي كل شهوده اموات في نقطه شهوده اموات كلها والله كلفني فلان كلفني الله يرحمهم لا ارجو من الاخوان ان ينتبهون وهذه رساله لهذا الشخص والغيره احنا ما ندعي البطوله ولا احد يدعي البطوله، هذه القضيه اصلا العمل الخفي هو الصحيح فيها. صحيح. ولكن ترى الناس مفتحة وتعرف، وتعرف الغث من السمين، وتعرف الصادق من الكاذب. اليوم خصوصا اخر سنتين بدأنا نسمع ان ستعرض احداث لم تعرض من واحد 31 سنه، من 30 سنه، من 29 سنه، يعني هل يعقل بان شخص متحفظ بكل هذه الاسرار طوال هذه الفتره ويعرضها خلال الفتره هذه؟ يعني لدرجه ان البعض بدا يت... يعني تحوش حالة ضجر في مواقع التواصل الاجتماعي ان الكل اصبح يعني بطل في هذه القضيه والكل اصبح يعني مثل ما تقول قائد في هذه القضيه مع الاحترام للجميع طبعا لكن شوف. هناك اصبحت بطولات يعني غير حقيقيه في هذه المساله فالبعض بدا يطالب يعني تثبيت هذا التاريخ والحفاظ وارشفه هذا التاريخ شوف احنا ما نبي نشوه الشيء الجميل في هذا الموضوع هناك اشياء جميله تكاد تكون 90% أو صحيح. أكثر كلها جميل وقد يكون هناك مواد إعلامية لم تظهر قد يكون يعني مثل الشريط اللي طلع هذا اللي يرفع العلم قبل كم يوم ما شاء الله هذا شريط يعني فيديو محترم وتم تكريمه وتم تكريمه ويستاهل عرفت؟ ولكن هذا رجعنا لدور الإعلام اليوم تغافل الإعلام وتغافل الدولة عن توثيق الغزو منذ 31 سنة سمح لهؤلاء بالظهور لكن لو كان موثق بطريقة علمية وبطريقة فنية وبطريقة إنتاجية ضخمة هل كان وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ هذا اللي حنا نطالب فيه لذلك اليوم أنا أرجو من وزارة الإعلام الأخ يوسف عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام وهو شخص نشط ومتفاعلين فيه وأرجو أن يستمر في مكانه إن شاء الله وكذلك من الأستاذ كامل عبد الجليل أمين عام وطني الثقافة والفنون والآداب هذا الشخص الواعي المثقف أرجو منهم ان يعني يلتفتوا لهذا الموضوع بتشكيل لجنه سمها سميها ما شئت فريق لجنه وات ايفر لجنه عليا لتوثيق الغزو على فكره هذه اللجنه لا تعتقد انها راح تخلص اشغالها بيوم ولا انا من خبرتي يبي لها مو اكثر من ثلاث سنوات علشان تمحص وتدقق و و و و وتعرف من الصادق ومن هو غير الصادق. وسلامه عمرك هذا اللي احنا نتمناه. فلذلك اليوم دور الاعلام دور كبير وفعلا هذا سمح اليوم للجميع يطلع ويقول انا بطل انا بطل انا بطل وهذا الشيء ادى الى ان الناس بدات تنقذ وتقول هذا الكلام غير صحيح وبالتالي صار عندنا الشوشره واحنا المفروض نكون ناطق رسمي في ده هذه, ده هذه ده القضيه يعني كل شخص بدأ الان يظهر على التلفزيون يقول انا والله المسؤول انا اللي كنت ناطق وانا اللي كنت اعلن وانا اللي كنت كذا مع ان الكل يعلم يعني هذه كلمه امامك ونقولها للحق يعني فايز عبد الله العنزي في, في ارشفه التاريخ وفي يعني البيانات التي كانت تصدر انت من كنت تعلن اسماء يعني شهداء دوله الكويت الان اصبح هذا الدور للجميع كل شخص يأتي ويخرج على التلفزيون يتحدث بصفه رسميه وقد لا تكون له اي صحيح صح. هو شوف بالمرحله الاولى اعلان 236 تشرفت وهذا تاج على راسي اني كنت انا اللي يعني ابلغ اهالي الأسرة يعني بالذهاب الى بيوتهم وكذلك بالاعلان بوسائل الاعلام. الان بالمرحله الثانيه لما تم الاعلان في الاربع مناسبات 38 عضو لا طبعا لان الان الموضوع اصبح تحت وزاره الخارجيه وتم تشكيل لجنه خاصه بوزاره الخارجيه هي المعنيه بهذا رغم انتقاداتنا عليها. وانا بالمناسبه اوجه نداء للاخ الشيخ الدكتور أه احمد, ناصر, ناصر محمد الصباح واقول له انا ارسلت لك ثلاث كتب رسميه اريد لقائك حول موضوع اللجنه الخاصه بالاسره في وزاره الخارجيه او حول طريقه اعلان الاستشهاد انا اليوم واقولها بكل وضوح الله يعطيهم العافيه وزاره الخارجيه والله يعطيهم العافيه اللجنه التابعه لللجنة لل... التابعه للخارجيه اللي خاصه بالاسره وقاعد تسوي شغل مرتب شغل حلو ان شاء الله زين ولكن هناك بعض الملاحظات طلبت من الشيخ احمد اني انقلها له وفعلا ما قصر ومكتبة اتصل فيني قال لي بيقابلك باليوم الفلاني ولكن حصلت حصلت استقاله الحكومه الفتره وراح وانا بعث له ايضا كتابين ففي امور مهمه يجب ان تعلم لديه من من الناس اللي 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 لا على يعني دورهم في هذه القضيه مع شديد احترامي لعمل اللجنه ولكن عندي ملاحظات عليه سلامة عمرك الله يسلمك ظهرت بعض الأقاويل هناك يعني خصوصا بالفترة الأخيرة أشخاص يتقولون عن أشخاص تصاريح جديدة تثار لأول مرة ظهور وتناقضات في عدة وسائل إعلامية من دون أن نحدد الأسماء <applause> لكن ودنا نتكلم بو عبد الله بشكل كامل حتى يحفظ التاريخ اليوم أصبحت هناك ضجة خصوصا في الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي ظهر أحد الأشخاص بعدة تصاريح في تلفزيون معين بتصريح يناقضه في تلفزيون آخر حول هذه القضية كيف نحافظ على هذه القضية وما هو دور يعني وزارة الإعلام الحقيقي يعني إذا كان لديها جدية وحزم في الحفاظ على هذا التاريخ من غير تأويل حتى لا تؤول يعني بعد عشرين أو ثلاثين سنة ذكرت في بداية الحلقة أن يعني مواليد الغزو اللي أنا أحد الأشخاص منهم الآن أعمارهم واحد عام يعني بعد عشر أو عشرين سنة إذا لم يؤرشف هذا التاريخ ستؤول الكثير من القصص وستنسج الكثير من الحكايات فكيف نعالج هذه المسألة؟ مثل ما قلت لك في البداية المعالجة من قبل الدولة يجب أن تكون تحديداً وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب هذا برأيي أن يعني يكون هناك جهة هي المعنية بأخذ الشهادات وتوثيق جميع الأعمال الإعلامية اليوم انا يعني اعتقد ان وزاره الاعلام عليها دور كبير ان تعلن للجميع عن يعني الطلب من الجميع عن يعني اعطاء نسخ من الفيديوهات والاعمال اللي تتم تصويرها اثناء الغزو الى جهه خاصه في وزاره الاعلام لتوثيقها وارشفتها ووضع العناوين لها و اليوم مبعثره المواد الاعلاميه ترى مبعثره صحيح اليوم خلنا نفترض ان هناك خمسين عمل، احنا قاعد نشوف عمل مني عمل مني. ليش هالخمسين ما يكونون مع بعض؟ وتقوم وزاره الاعلام بتوثيقهم وارشفتهم و و و الشهود لا زالوا احياء. واليوم اليوم مو صعب جدا انك تعرف المعلومه. كل الشهود كانوا موجودين. ولذلك هذا هذا الوضع الضبابي سمح للاخرين بالخروج وادعاء البطوله. خلهم يطلعون مع الناس تعرف الغث من السمين ولكن احنا نقول وين مسؤوليه الدوله في ذلك وين مسؤوليه الدوله ذكرت ابو عبد الله الفرق بين المرحله الاولى او عفوا ودنا نعرف حتى يعني يكون المشاهد على اطلاع ما الفرق بين المرحله الاولى والثانيه ذكرت ان هناك مرحله اولى للبحث عن الشهداء وهناك مرحله ثانيه اي صحيح اليه العمل في المرحله الاولى هل اختلفت عن اليه العمل في المرحله الثانيه ابرز الفروقات بين صحيح. المرحلة. هو بالمرحله الاولى كان المسؤول عن جلب الرفات والاعلان عن الاستشهاد وابلاغ الاهالي هو فريق البحث عن الاسرى والمفقودين واللي كنت انا اتشرف اللي طبعا كان يراسه وزير الداخليه بصفته وكنت انا اتشرف اني اكون الناطق الرسمي لهذا الفريق كنا لما نستلم الاسامي من الادله الجنائيه نقوم بالاتصال الشخصي اقوم انا شخصيا بالاتصال باسره هذا الشهيد واطلب موعد شخصي معهم للذهاب الى مسكنهم وابلاغهم. طبعا تسالني في النقطة ليش انت تبي تزورهم؟ لان اليوم من المعلوم في كل الدراسات النفسيه وفي علم النفس وفي خذها باي علم اخر لا يجوز ابدا وبتاتا ابلاغ اي شخص خبر وفاه قريب او حبيب او عزيز له من خلال الهاتف. فلذلك اخذنا على عاتقنا في فريق البحث عندما يعني جهزنا لمثل هذه الامور زين وانا اذكر بالخير الفريق اول ناصر العثمان الله يعطيه الصحه والعافيه كان على راس العاملين معنا في هذه الجزئيه ومسيب الخير زين فاخذنا على عاتقنا ان ما يكون هناك ابلاغ بالتلفون ولكن اين الصعوبه استاذ محمد الصعوبه لما انا اتصل فيك بعد ما يعني عرفوا ان الاسم اليوم فايز لنزي دق يعني معناته في شيء فاقول لك يا اخ محمد انا فلان حياك الله يا اهل اخ فايز والله ودي ازورك في البيت فانت هني تلح بالسؤال تقول لي ليش بتزورني شنو في اخوي في شيء طلع شيء فهني الصعوبه اني انا استطيع ان احافظ على عدم ابلاغك الا من خلال الزياره وهذا تم بفضل من الله مع 236 عائله كنا نزورهم كفريق ونبلغهم في مسكنهم بالطريقه المثلى ولله الحمد اقولها وبكل بكل فخر وجدنا جميع اسر الشهداء والاسرى ال236 اللي اعلناهم في المت... في المرحله الاولى جميعهم على قدر كبير من الايمان ومن الحب لهذه الارض الطيبه وكلهم كانوا على قدر المسؤوليه هذه بالنسبه حق المرحله الاولى تم الاعلان عنهم بنفس الطريقه حلو المرحلة الثانية اللي, اللي هي نوفمبر اي اللي بلشت في نوفمبر 2020 حسب المعلومات اللي عندي وزارة الخارجية تقوم بالاتصال واعتقد تبلغهم بالتلفون هذا اللي قالوا لي اياه الاهالي تبلغهم بالتلفون يتم الترتيب على طبعا احنا كنا نعلن الاعلان بالتلفزيون ونقول بكره سيتم الدفان وكان يحضر الحقيقة يعني كان يحضر الوزراء وزراء الداخلية الشيخ محمد الخالد الله يعطيه الصحة والعافية كان يحضر صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد الله يحفظه عندما كان وزير الداخليه كان يحضر جميع الرفات وكذلك الشيخ جابر المبارك مرورا بالوزراء اللي بعده. بالمرحلة الحاليه لا طبعا اختلفت. الان مو هذا الموضوع ولكن اليوم احنا يعني نقول هذا قرار وزاره الخارجيه واحنا ما مو معترضين عليه، بس احنا عندنا تحفظ واكرر على بعض الامور وارجو مرة ثانية من الشيخ الدكتور احمد الناصر لمحمد الصباح ان يعني يستجيب لطلبي بالمقابلة لان في كلام مهم يجب ان اقوله في هذا الجانب. ممتاز، بالنسبة لدور الجمعية اليوم دور جمعية الشهداء الاسرى والمفقودين الكويتية هل لها دور في الوقت الحالي بعد مرور ثلاثة عقود من الاحتلال العراقي ويعني سقوط مجموعة من الشهداء نسأل الله ان يتقبلهم ما هو دوركم الرئيسي الان في الفترة الحالية؟ دورنا مهم جداً بس إذا تسمح لي أسترسل بس خذ راحتك لأن اليوم عمل الجمعية أيضاً مر في مراحل اليوم لما تأسست الجمعية في عام 1998 وأنا بالمناسبة يعني أذكر بالشكر والتقدير والعرفان للعم الفاضل أحمد عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس الأمة أنا ذاك لدوره الكبير في تأسيس الجمعية وكذلك للأخوين الفاضلين الأخ أحمد باقر والأخ صالح الفضالة كانوا يعني معانا في هذا الجانب لما احنا يعني عملنا يعني طلبات لدى مجلس الامه وكانت انا ذاك كان هناك قانون تدري لما صار حل مجلس الامه سنه 86 اوقف العمل في بعض مواد الدستور ومن ضمنها انشاء او اشهار اي جمعيه نفع عام، احنا الجمعيه الوحيده اللي اخذت الاستثناء في هذاك الوقت بتعاون الاخوان في مجلس الامه مثل ما قلت لك العم الفاضل احمد السعدون وكذلك اكيد لا ننسى تعامل تعاون الحكومه صح اكيد ما قصرت وكان في تعاون احتراما لهذه القضيه وخصوصيتها فلما لما انشئنا احنا واشهرنا في 1998 تدري كان الهاجس انذاك معرفه مصير هؤلاء الأسرة واغلب المعلومات التي كانت تصلنا ان هناك والله ان هم احياء وكانت تجينا اتصالات بالالاف صحيح. من العراق من قبل ناس عراقيين و امية بالامية منها كانت كاذبة مش تسعة وتسعين وتسعة من عشرة امية بالامية لان ثبت بعدين من خلال الادلة والقرائن والتحليل الطبي ان الاسرة قد قتلوا في مرحلة مبكرة بعد تحرير الكويت وهناك قرائن كثيرة فلذلك كان عملنا يتطلب التحرك في هذا الجانب وفعلا كانت الجمعية قامت بادوار كبيرة جدا يعني مثل ما الجميع عارف كانت ايامها هناك مصطلح في الكويت اسمه دول الضد هؤلاء صحيح. الدول اللي وقفت ضد الحق الكويتي وضد الشرعيه الكويتيه وللتاريخ نذكرها مع شديد احترامنا لهم حاليا الاردن فلسطين ليبيا الجزائر اليمن. تونس اليمن موريتانيا وان شاء الله ما نسيت احد اللي اليمني اللي اعتقد سبعة اعتقد بعد في دوله زين هذيل الدول وقفوا ضد الحق الكويتي فتم تسميتهم بدول ضد ولكن قمنا احنا والسودان السودان طبعا زين ولكن قمنا مع الاحترام طبعا لشعوبهم مع شديد الاحترام لشعوبهم ولكن هذا تاريخ صحيح هذا تاريخ زين قمنا احنا كجمعيه بالتواصل مع هذه الدول من خلال يعني محاوله يعني الطلب منهم التواصل مع النظام العراقي لمعرفه مصير ابنائنا وزرنا السودان وزرنا الجزائر وزرنا ليبيا وزرنا تونس وزرنا الاردن وزرنا هذيلي تقريبا واليمن وشكلنا لجان شعبيه وموجوده ورسميه تعرضت طبعا من ناس محبين ومتعاطفين مع الكويت لان لو خليت خربت مثل ما قلنا صحيح. هذه المج... في كثير من الشعوب متعاطفين مع الحق الكويتي ولكن لأياد الكويت البيضاء بالضبط وعد... أي... بالضبط وشكلنا هناك لجان وتعرضت هذه اللجان الى 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 يعني مشاكل وتهديدات حتى بالسودان اذكر كان اعضاء احد اعضاء لجنتنا الرئيس السوداني السابق سوار الذهب الله يرحمه اعتقد انه توفى توفى صحيح الله يرحمه هذا <applause> كان من الناس المخلصين من كان في زيارات الحق. اخيره للكويت كان كان مخلص للحق الكويتي وهو استقبلنا لما سافرنا السودان استقبلنا على باب الطياره فتحركنا في هذا الجانب ولكن في هذا الجانب لازم انا اليوم اذكر حاجه اليوم لازم اشكر الدور الدبلوماسي الكويتي في هذه في هذه الفتره وعلى راسهم المرحوم الله يرحمه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد وزير الخارجيه ذاك، اللي فتح لنا واعطانا الارضيه لهذا التحرك الحقيقه يعني ولا احنا ما قدرنا نقدر التحرك زين انتهت هذه المرحله في عام 2003 عندما سقط النظام العراقي وعندما تفاجأنا بالحقيقه ان اسرانا قد قتلوا وبالتالي الاستراتيجيه اختلفت لان هناك كانت اقاويل ابو عبد الله ان الاسرى قتلوا قبل دخول القوات الامريكيه في 2003 مدى صحه هذه الأمريكية. ابدا غير صحيح إيه؟ ابدا غير صحيح قتلوا في فتره مبكره جدا من التحرير او من تحرير الكويت من الغزو العراقي وهناك قراءه اعطيك قرينه واحده الملابس اللي هم كانوا لابسينها اللي اسروا فيها وموجوده يعني بس الوقت يعني ضيق للكلام عنها كلها نفس الملابس امور كثيره يعني حتى من خلال الفحص الفني بين انهم قتلوا في ال91 فهني صار في مرحله ثانيه وهذه المرحله اللي عشناها من 2003 تقريبا ل يعني 2009 2010 اللي هذه مرحله البحث عن الرفات وانشغلنا مع فريق البحث كجمعيه احنا انشغلنا مع فريق البحث لان احنا كنا الناطق الرسمي وكنا دخول العراق وجلب الرفات والاعلان فهذه مرحله صارت بالنص هني دور الجمعيه طلع لها دور جديد ما كنا نعرفه او ما كنا يعني اشتغلنا فيه اي ايه اللي هو شنو انت اليوم ك ابن اسير او اخ اسير او احد ذوي اسره الاسير، كنت تتعامل معنا وتعرفنا وشغلك كله معانا واحنا اللي دائما نطالب بحقوقك ونطالب 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 امام الحكومه وامام الامه. ولكن بعد معرفه الرفاة جلب الرفات لاسيرك وتحويله الى شهيد انت علاقتك فينا انتهت. خلاص ملفك يطلع ويروح الى مكتب الشهيد, مكتب الشهيد. وبالتالي مالك علاقه قانونيه معنا. صحيح ما في اي علاقه قانونيه، ولكن هم ما يعرفون غيرنا وبالتالي لما راحوا الى مكتب الشهيد ولقوا ما شاء الله يعني احنا وين ما ادري ايش اقول لقوا المعامله غير الجيده انا اسف يعني مكتب الشهيد احنا اذا عندنا تحفظ على بعض الجهات مكتب الشهيد تحفظنا هالكبر عليه هالكبر هالكبر, هالكبر وهذا موضوع كبير يعني زين لقوا بعض المصاعب في التعامل مع مكتب الشهيد ما عندهم علاقه معه وكذا لنا مره ثانيه وقمنا ايضا نطالب يعني الدور الاساسي لنا المطالبه بحقوق ورعايه اهالي الاسره وفعلا هذا الموضوع تمخض عن نتائج كثيره نتائج كثيره منها يعني بعض الرعايات التي لم تكن ممنوحه للشهيد الاعزب الحمد لله بفضل جهودنا بعد الله سبحانه وتعالى تم يعني تحقيقها بعد ما انتهت هذه الفتره وركد موضوع جلب الرفات تحركنا احنا كمجلس اداره قلنا خلاص احنا ما يصير بعد نقعد الرفات وقفنا عندنا الان وتحديد المصير تم تحديده، بدات مرحله ثالثه عندنا اللي احنا قاعد نعيشها الان وهي مرحله في غايه الاهميه اللي هي مرحله تخليد وتوثيق بطولات وسير وقصص شهدائنا الابرار. طبعا انت راح تقول لي سؤال يتبادر الذهن انت كنت الطالب انا قبل شوي قاعد طالب صحيح. الحكومه والحكومه هي الأجر ان تقوم بذلك لان احنا مهما مهما قمنا ما راح نقوم بالدور او ما راح نقوم بالكفاءه اللي بتقوم فيها وزاره الاعلام ولكن احنا شقالين على هالجانب واصدرنا عده كتب وبالمناسبه اعلنا احنا في 2 ثمانية عن اصدار الكتاب الموسوعي الاول من نوعه الذي يضم صور وبيانات جميع اسرانا ومنهم الشهداء اللي يعني اللي تم الاعلان عنهم في كتاب جديد وهذا الكتاب سيتم توزيعه من قبلنا مباشره في في على, على عنوان السكن لجميع اهالي الاسره والجميع من يطلبه مو بس الاهالي طبعا اكيد بالمجان راح يكون فبدينا نتكلم على هذا الجانب متسكي. وحنا يعني كشباب ولدوا مو. في فتره الغزو نطالبكم كذلك بارشفه هذا هذا التاريخ حتى لا يؤول صحيح. التاريخ ويتم يعني مثل ما تقول نقله بطريقه غير يعني واضحه او ضبابيه مثل ما ذكرنا قبل, قبل في نقطه اذا سمح لي استاذ محمد ايضا دورنا موقف عند عند الجانب المحلي انتقلنا الى الجانب الخارجي اليوم هناك منظمتين إقليمية واحدة والثانية دولية مهمتين جدا تعنيان بضحايا الحرب والمحاربين القدماء ماذا يعني ضحايا الحرب؟ هذا المصطلح شنو معناته؟ معناتها كل واحد كان ضحية بسبب هذه الحرب من قتيل أو أسير أو مصاب أو مشرد أو 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 أو, أو. وبالتالي حنا شهدانا وأسرانا وأهاليهم جزء من هذه هناك اتحاد عربي يسمى الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب وهذا الاتحاد تابع جامعة الدول العربية هذا الاتحاد انضمينا له طبعا هو يضم جميع المنظمات والجهات اللي مثلنا اللي تعني بالشهداء والأسرة والمحاربين و في, 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 في بلدهم في بلدانهم وانضمينا له والله الحمد وكنا من من الجهات الناشطه جدا 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 والله الحمد فيهم وصل يعني تبوأنا يعني العبد لله تبوأ المنصب النائب الاول لهذا الاتحاد وهو على مستوى عالي ويتبع جامعه الدول العربيه وتشرف اني حزت التهنئه من صاحب السمو المغفور له صباح الاحمد وكذلك من سمو العهد انا ذاك الشيخ نواف الاحمد ومن يعني رئيس الوزراء و, 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 و بهذا المنصب الكبير الذي يعني يخدم الكويت ماذا قمنا بدورنا انت تسالني اخذت العضويه وبس لا بالضبط احنا قدمنا احد الاقتراحات اللي قدمناها ان انشاء موسوعه عربيه للشهيدات العربيات من النساء وما كان موجود هذا وذلك لضم شهيدات الكويت ضمن هذه الموسوعة والحمد لله تمت وصدرت وضمينا شهداء او شهيدات الكويت كذلك تقدمنا احنا ايضا باقتراح الام المثاليه وكذلك ضمينا اه تم الموافقه على هذا الاقتراح وكنا ناخذ الام المثاليه من شهداء من امهات الشهداء بالكويت طبعا تسالني شلون ناخذ الام المثاليه يمكن الكثير ما يدري ان هناك امهات قدموا اكثر من شهيد عندنا امهات قدموا شهيدين من, من اولادهم وفي ثلاثه في ثلاث شهداء وفي شهيدين عندنا عوائل هذه ام لابطال اي نعم إيه. هذه الام المثاليه فلذلك احنا ما عملنا مسابقه ام مثاليه ولا, ولا ولا اخترنا هذيل في البدايه وبعدين راح نروح على اللي عندها واحد ممتاز فأحنا تقريبا شرفنا على النهايه إيه. فاقول لك هذا دورنا ايضا انضمينا الى الفيدرالية الدوليه للمحاربين وضحايا الحرب اللي مقرها في باريس طبعا الاتحاد العربي مقره في القاهره يم جامعه الدول العربيه الفيدرالية الدولية للمحاربين مقرها في باريس وهي فيدرالية دولية تضم 98 دولة كل هذه الدول لديها تضحيات وقتلى و تخيل الكويت عضو في من خلالنا عضو في هذه المنظمه ونقوم بايصال الصوت و وقصه يعني طويله في هذا الجانب والله وهذا اقل شيء احنا نقدمه لهذه الارض الطيبه ولهؤلاء الشهداء واهاليهم. ممتاز وعبد الله اذا تسمح لنا يعني كلمه اخيره بايجاز لا تتجاوز دقيقه. بارك الله فيك. اول شيء انا اشكركم فيك. واتمنى منكم أشكركم يعني التاريخين هذيلي فبراير 24 25 26 لا تنسونا وكذلك 2 على الاقل هالتاريخين وسعوا برامجهم كثروها ولكن اوصيكم بالانتقاء واوصيكم باختيار المواضيع التي تخدم لان هذه الأسرة اليوم وهالي الشهداء ملوا من الكلام يبون الفعل يبون التخليد يبون التكريم المعنوي وكذلك اكرر يعني طلبي من معالي وزير الاعلام بانشاء لجنه للتمحيص وتدقيق جميع المعلومات والمواد الاعلاميه وارشفتها وتقنينها وكذلك ارجو ان يكون هناك انتاج سينمائي او ادبي او وات ايفر اللي تسميه يوثق هذا هذه المرحله. شكرا طيب جزيلا عبد الله العنزي رئيس جمعيه اهالي الشهداء الاسرى والمفقودين الكويتي يعطيك العافيه على تواجدك معنا اليوم في برنامج مسارات اعزائي المشاهدين كما تعلمون وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا بحلقات جديده الى اللقاء.